قتل عشرة عناصر على الأقل من ميليشيات حزب الله اللبناني التي تقاتل إلى جانب النظام السوري اليوم جراء ضربان أفادتها طائرة بدون طيار مجهولة الهوية على موقع تابع لها في منطقة صحراوية في وسط سوريا. وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ووفق المرصد فإن الطائرة مجهولة الهوية استهدفت موقعا لحزب الله قرب منطقة السخنة في بادية حمص الشرقية مما تسبب بمقتل عشرة من عناصره.